في حاجات كده اخبار من الاخبار اللي انا احبها بصراحه جدا جدا، زي بالظبط كده انتخاب الناقد السينمائي احمد شوقي رئيس للاتحاد الدولي للنقاد. طب مبسوط ليه يوسف؟ مبسوط بالتاكيد لاحمد شوقي، ده مما لا شك فيه جدا، ومبسوط بالتاكيد انه هو يصبح اول رئيس مصري لهذا الاتحاد. معانا الناقد السينمائي المنتخب رئيسا للاتحاد الدولي للنقاد الاستاذ احمد شوقي. اهلا اهلا اهلا. مساء الفل استاذ يوسف. مساء الفل والف مليون مبروك. ربنا يخليك وعيشني جدا. وانت اكتر والله العظيم حقيقي يعني. فانا بقول انا كده كده فرحان جدا لاحمد شوقي، وفرحان كمان بانه هو اول رئيس مصري للاتحاد الدولي للنقاد. هو مش بس اول رئيس، هو مش اول رئيس مصري، هو اول رئيس من العالم، مش هنقول العالم الثالث، بس من بره المركزيه الاوروبيه والامريكيه، من العالم المظلوم. تاسس 1925، بقى له 98 سنه. خلال ال 98 سنه جميع رؤسائه اما اوروبيين او امريكان. طب ده هيخليني اقعد افكر معاك بصوت عالي، يا ترى ليه؟ يعني في احتكار ابيض لو صح التعبير يعني لمثل هذه الامور، او كان في هذا الاحتكار؟ بص، هو طبيعه الامور ان السينما فن غربي النشأة، يعني مش زي الفنون التانية اللي كان ليها روافد شرقيه. هي السينما ارتبط يعني فن نشأ مع ابتكار تقني حصل في الغرب، وكل الثقافة السينمائية والنهضة السينمائية اللي حصلت في مطلع القرن العشرين كانت مرتبطة إما بأمريكا وهوليود أو بدول أوروبية زي فرنسا وزي ألمانيا وزي إيطاليا. والاتحاد لما تكون سنة 25 في بروكسل، أول مرة اجتماع للنقاد حصل في بروكسل في بلجيكا، ما كانش عندهم تصور، يعني ما كانش في دول بره ده بتنتج افلام. مصر كان فيها صناعه لسه ناشئه، بس ما كانوش يمكن يسمعوا عنها. يعني بدا العالم يعرف عن صناعه السينما في مصر سنه 46 لما اتعمل اول نسخه من مهرجان كان، واتعرض فيلم سيف الجلاد ليوسف وهبي، كان اول فيلم مصري يشارك في مهرجان كان. فيعني كان في منطقيا في بدايه نشاه الاتحاد منطقيا انه كان المتوافر والموجود هو ده. وكمان احنا مثلا يعني اول دوله عربيه تنضم للاتحاد كانت مصر سنه 72 لما تاسست جمعيه نقاد السينما المصريين. ف 72 من 25 برضو حوالي نص قرن يعني. لكن خلال السنوات الاخيره كان بدا الهيمنه دي تتكسر. صحيح انه ستيل كانت الرؤساء من اوروبا، لكن انا مثلا كان بقالي فتره في مجلس اداره وكنت نائب رئيس في اخر دوره، وبدأنا نشارك بشكل أكتر. بقى كل سنة عندنا نقاد مصريين بيسافروا يشاركوا في لجان تحكيم المهرجان الاتحاد في مهرجانات مختلفة، في كان، في فينيسيا، في برلين، في تورونتو. فوجودنا بدأ يفرض نفسه، وده مشي مع اللي بيحصل في العالم دلوقتي من محاولة لزيادة الانكلوجن وإدراج ناس جايين من خلفيات ثقافية واجتماعية وسياسية ودينية مختلفة. لكن احنا كمان كنا برضو منعزلين، يعني انت عارف ان السينما المصرية عندها أزمة كده تاريخيه، هي انها سعيده جدا بنجاحها في المحيط العربي، سعيده جدا بانها سينما مطلوبه ومحبوبه في العالم العربي، وما عندهاش الرغبه في انها تكسر الحدود دي وتسافر، اللهم طبعا الا اسماء معدوده زي يوسف شاهين، زي خيري بشاره، اللي هي حاجات كانت تعتبر استثناءات قياسا على الوضع العام. طيب إذا افترضنا ذلك، أنا بدردش معاك في إطار أن أنا فرحان بأنه أخيرا بقى لو صح التعبير كده زي ما أنت قلت رئيس للاتحاد، ولكن من العالم المظلوم أو الذي تعرض، طالما تعرض للظلم. طب ما هو ما جاش مثلا رئيس الاتحاد من الهند، أظن السينما الهندية ولا كانت منعزلة ولا حاجة. صحيح صحيح، وده سؤال من أمريكا اللاتينية. يعني انا مش في معرض ان انا دافع اطلاقا عن الرجل الابيض اللي احنا كلنا عارفين ان انا عارف. في دايما قناعه كده بان انت لو انت غربي اوروبي امريكي ابيض فانت اللي عندك الثقافه، انت اللي عندك المعرفه، انت اللي بيعرف بيك الاشياء، واي شيء اخر بيعرف بانه مش شكلنا، ان هو جاي من الهند، انه جاي من امريكا اللاتينيه، انه جاي من الصين، وهكذا. ف يعني انا مش في معرض الدفاع عنهم، ولكن احنا كمان لازم نعمل اللي علينا. يعني صح. انت زي اي جماعه في التاريخ كانت مهمشه او كانت مضطهده او كانت ما بتاخدش اللي يليق بيها من حقوق ومن تواجد، زي ما العالم بيتغير. العالم ده ما بيتغيرش من نفسه، العالم بيتغير بان احنا نشتغل، بان احنا نوصل صوتنا، ان احنا نحاول نثبت وجودنا، ان احنا نقول ان عندنا مخرجين وكتاب وممثلين هايلين يليقوا بانهم يبقوا على المستوى العالمي، ان يكون عندنا نقاد جيدين بيتكلموا لغه العالم
وقادرين يواجبوا المتغيرات اللي بتحصل في شكل الاعلام وشكل الثقافه السينمائيه في كل حته في الدنيا. وبالتالي ده التحدي الكبير اللي عندي انا بقى، يعني دلوقتي انا بقيت خلاص مسؤول عن الاتحاد بشكل أيوة. عام، يعني بمعنى انه الناقد اللي موجود في استراليا والناقد اللي موجود في تايوان والناقد اللي موجود في تشيلي كلهم في النهايه تحت اداره المجلس الاداره اللي انا برأسه. مظبوط. فدي الاسئله المهمه اللي احنا نطرحها، يعني طبعا في ذهني وجودنا كمصريين وكعرب وكافارقه جوه انشطه الاتحاد، لكن مهنه النقد اصلا عموما في العالم بتتعرض لتحدي كبير جدا في الفتره الاخيره. ايه طبيعه هذا التحدي؟ طبيعه هذا التحدي انه مهنه النقد مهنه زي اغلب الشغلات الاعلاميه، زي شغله حضرتك في التلفزيون، زي شغله الصحفي، هي كانت حسب الشكل القديم الاعلام قايمه على المركزيه. دلوقتي مع ظهور الميديا الجديده والسوشيال ميديا والاشكال المختلفه لكلام الناس عن السينما، اصبح يعني انا هبقى بخدع نفسي لما اقول ان انا المقال اللي بكتبه بيقراه عدد قد اللي بيشوفه مراجعه فيديو واحد بيعملها على تيك توك ولا على يوتيوب، ممكن يكون محتواها ما فيهوش العمق او الدرجه الكافيه من الخبره لتناول الافلام، بس عنده صياغه شعبيه ما بتخلي انا مقالي يقراه 200 300 الف واحد وهو الفيديو بتاعه يتفرج عليه مليون واحد. صحيح. دي حاجه حتى لو احنا مش راضيين عنها ما تقدرش تنكف، ما تقدرش طبعا تقول ان انت لازم تتعامل معاها كناقد عشان لو عايز تعيش، لو عايز يكون ده مصدر رزقك، يعني لو عايز يكون دي حياتك لازم تتعامل مع الوضع ده. طيب يجي في بالي سؤال يبدو معروف او متداول او هيجي على ذهن اي حد، مساله انه ايه الدور اللي هيقوم بيه احمد شوقي وهو يترأس لاتحاد النقاد الدولي في اطار دعم هذه المهنه، حمايه هذه المهنه، وفي نفس الوقت ابراز دور النقاد بتوع العالم الذي كان مضطهدا. طبعا ده يعني سؤال محتاج رساله دكتوراه، لانه أده حد عنده الاجابه السحريه كانت الامور بقت اسهل بكتير. ولكن اللي انا اقدر اقوله او اللي اقدر اعترف بيه ان اي محاوله لمواجهه الزمن، اي محاوله انك تقف في وش القطر اللي بيحصل ده هتنتهي بخسارتك، يعني هتنتهي انك ما حدش هيقف في وش القطر ويطلع سليم، يعني زي ما بيقولوا. وزي ما زمان لما السينما كانت صامته وظهر الصوت فكان في بعض المخرجين رافضين جدا فكره الصوت باعتبار انه بيقلل من فنيه وبصريه السينما، وزي ما كانت السينما ابيض واسود ولما ظهرت الوان في جيل من المخرجين كان عنده تمسك بالتصوير الافلام بالابيض والاسود باعتبار انه الفن التصوير كان وصل وقتها قدره فريده على التعبير بدرجات اللونين دول على مشاعر يمكن الالوان خدت وقت على ما تقدر توصل لها. احنا دلوقتي عايشين في مرحله زي دي. اوكي، انا معترف انه كتير من المواد اللي بتلقى رواج على الانترنت قد لا يتحقق فيها الشروط الثقافيه والفنيه اللي انا احبها كناقد وكمحب للسينما وكمشاهد وكقارئ، لكن في نفس الوقت ما اقدرش ما الفتش نظر كل زملائي في الاتحاد ان دي فرصه ذهبيه، ان انت بدل ما تقعد جنب الحيط وتشتكي وتقول الدنيا ما عادتش زي زمان، النقد ما عادش زي زمان، شويه عيال بيطلعوا على الانترنت يعملوا دورنا، لو فضلت تشتكي يعني جود لك تمام، انت واللي حواليك المؤمنين بيك هيؤمنوا بشكوتك وخلاص. لكن انك تعرف تحاول تستغل هذه الادوات المتاحه للجميع المجانيه في اغلب الاحوال عشان توصل محتوى قيم ومفيد ومع الوقت يبدا يفرز قارئ او مشاهد او متابع او متفرج يقدر يميز ما بين السرديه النقديه الجيده والسرديه النقديه الساذجه او التافهه، ده المفروض ان احنا يعني انا التحدي بتاعي ان انا اقنع ممارسي النقد حوالين العالم انه اللي بيحصل في الدنيا ده مش عدو ليكوا حتى لو تسبب في بعض المتاعب، لكن هو اوبورتيونيتي، يعني فرصه قد تتمكن من استغلالها عشان تكون احسن او قد تدهسك في طريقها. صحيح، عندك حق، اشكرك والف مليون مبروك، شكرا جدا لك يا احمد، كل الشكر للناقد السينمائي احمد شوقي رئيس الاتحاد الدولي للنقاد.